تصدر النيابة العامة خلال ساعات قراراتها بشأن المتهمين الثلاثة في حادث نجع حمادي، والذين اعترفوا بقيامهم بإطلاق النار العشوائي على مسيحيين بعد احتفالهم بعياد الميلاد، ما أدى إلى مقتل 6 أقباط وجندي مسلم وإصابة 9 أشخاص آخرين. يأتي هذا فيما عاد الهدوء إلى مدينة نجع حمادي بعد أيام من حادث إطلاق النار، حيث فتحت المدارس والأسواق أبوابها وعادت حركة النقل إلى طبيعتها. نجع حمادي، تلك المدينة الواقعة بجنوب صعيد مصر، عاد الهدوء إليها بعد 3 أيام من التوتر والاضطراب الأمني بسبب اعتداء دخيل لم يعتاده أهالي هذه المدينة من المسلمين والأقباط. فعل اللي بيحصل خسارة على المسلم المسيحي، لأن ما بيكونش في أمن والدنيا مضطربة، المسيحي بيعرف يفتح محله ولا يعرف يأكل عيشه، ونفس الوضع المسلم بيقفل محله ما عارفش يأكل عيشه، والكل بيبقى فيه خسائر. كل في خسائر. نجع حمادي التي شهدت 3 أيام من انقطاع الحركة التجارية بسبب بعض التجاوزات، والتي كان آخرها بقرية بهجورة والرحمانية، عادت الحركة إليها ولكن بشكل تدريجي فضلا عن انتظام الدراسة وحركة النقل. الحمد لله الجو راق والحكاية عدت بقت تمام التمام، والفضل رجال الأمن برضو وصير الأعضاء وكبار البلد ناس محترمين، وبعدين مسيح ومسلم الله واحد والدين للديان. الحمد لله احنا في نجع حمادي كلنا اخوه والاخوات كلهم معانا، هم مسلمين واحنا مسيحيين وكلنا حبايب، واول ناس وقفوا مع البنات الشاغرين معانا، وصلوهم بيوتهم وخدموهم وجابوا لهم اكل، والامور الحمد لله يعني احنا كلنا اخوات وحبايب من زمان وما فيش اي حاجه. وبحسب راي المراقبين فان التعامل مع مثل هذه الازمات يجب ان يكون من خلال استئصال اسباب اندلاعها منعا لتكرارها مره اخرى. اعتقد تماما ما حدث من اسلوب اجرامي لا يرضي المسيحي ولا يرضي المسلم ولا يرضينا احنا جميعا، لان على الاقل في هذا الامر يبقى برضو ده بيهد الاستقرار، وانا اعتقد مصر تعتبر مستهدفة، فالقضية قضية جنائية بالدرجة الاولى وليست قضية سياسية. تضافرنا احنا كمسيحيين ومسلمين مع بعض، العقلاء من الطرفين، العقلاء من الطرفين هم اللي يقدروا يخلوا الامور تهدى ويخلوا بكرة احلى. وبهذا يأمل أهل نجع حمادي مسلمين وأقباطا أن تعود مدينتهم التجارية والزراعية والصناعية كما كانت دوما، هادئة وآمنة ومتحبة. عود للحركة وممارسة أنشطة حياتية في هدوء مشوب بالحذر، إنها ملامح المشهد بعد 3 أيام من الإغلاق والتوتر في مدينة نجع حمادي بعد الحادث الأخير، ولكن السيطرة الأمنية المحكمة بعثت شعورا بالطمأنينة في نفوس الجميع. من مدينة نجع حمادي، محمد العارف، النيل.